مسيو سعيد وليك مس مسيو سعيد ولي مسيو سعيد جينا هيدا منين شو مسيو سعيد ملف ما ملف شو لوين رايح من غير الشهر رايح ارفع دعوة تقبرني طروق ضد مايك فغيلي ميشيل حيك وسمير زايتر وليش رايح ترفع دعوة ضدهم شو عملوا لك الجماعة تصير تسألني أوقات طروق أسئلة ما كأنك عايش بلبنان ما عرفت إنه من يومين شتت الدنيا وانفسخت الطرقات وفاضت المجرير وتكسرت الأساطر وعيم الأنهر والصخور على الناس والمطاعم والسيارات وتبهدلت العالم صح ربابي ربابي وتشرشحت على الطرقات شبري طيب إنه بس ما فهمت شو خص مايك فغيلي وميشيل حايك وسميك سمير زعيطير كيف شو خصهم طرق كيف شو خصهم شو خصهم اذا الفيضانات جاي من الشتاء اذا بدك ترفع دعوه روح ارفعها على وزاره الاشغال هي المسؤوله عن البنى التحتيه نو حرام طرق اشخاص وزاره الاشغال لا تقبرني اشخاص الدوله كل شيء في بيصير مصايب هيك بتلزقوها بالدوله تعودتوا يعني لا حرام اش عرفها تقبرني وزاره الاشغال انه بدها تشتي باخر الصيفيه لا حرام هيدي بدها توقع وتنبؤ يا اخو شليتي هلا فهمت لشو لأمنتك ايه معك حرام الدوله نحن عم نفترع عليها ليك انا وياك على الكاميرا يلا بلبنان بلبنان ما بيزبطوا الطرقات ما بيزبطوا الطرقات حتى لو تبهدلوا الخلايق يا عمي حتى لو تبهدلوا الخلايق يا عمي